السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير خوتي وخواتاتي، إن شاء الله راكم خير. تحياتي لكم أينما كنتم وحيثما وجدتم. نحن الآن في بلدي طغونك التابعة لمدينة ليل الفرنسية. نحن الآن في منطقة حدودية ما بين فرنسا وبلجيكا، ومع الأجواء الجميلة، أجواء تساقط الثلوج، ما شاء الله منظر واو تبارك الله. المكان خوتي ديما فيه يعني الجو بارد، يعني المكان هذا معروف، يعني مدينة ليل معروفة، مدينة ليل وضوحاها منطقة باردة جدا. دائما ما تكون تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة والبرد القارس، يعني خاصة في جو كما هذا لازم الإنسان ياخذ حذره، ياخذ كل احتياطاته. الله جو ربي يبارك. خوتي مساعدة ممتعة للجميع، تعالوا في أرواحكم، تعودوا إن شاء الله في فيديوهات أخرين في أماكن أخرين. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، أي ملاحظة خلوها لنا في التعليقات. بارك الله فيكم خوتي، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم.